مرة أخرى شكرا للزميل أحمد خليل والأحبة الكرام. إذن القادسية بطلا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لهذا العام لعام 2014 والثالثة ثابتة أكيد بالنسبة للقادسية. القادسية الذي ظل ساعيا بعد ما بلغ الدور أو ما بلغ المباراة النهائية لمرتين سابقتين، ولكن في المرة الثالثة اليوم استطاع نادي القادسية من الفوز على نادي أربيل بركلات الترجيح بعد التعادل في الشوط الأصلي أو في الوقت الأصلي لهذه المباراة من دون أهداف. إذن يا أحبة الكرام مبروك لنادي القادسية، حظ أوفر لنادي أربيل، أداء كان جيد بالنسبة للفريقين في طيلة مشوار هذه البطولة خصوصا في الدور النصف النهائي بالنسبة للفريقين، ولكن في هذه المباراة النهائية لثالث مرة نادي القادسية يتأهل للمباراة النهائية ولكن هذه المرة يفوز. طبعا مراسم التتويج الآن تبدأ أيها الأحبة الكرام بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والسيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وكذلك خالد الفهد رئيس نادي القادسية ورئيس نادي أربيل كذلك في التواجد طبعا في التتويج النادي الذي توج بهذه البطولة، وكذلك صاحب الوصافة للمرة الثانية نادي أربيل بعد عام 2012 كذلك في هذا العام في عام 2014. هنا طبعا طاقم التحكيم والذي أدار هذه المباراة طاقم التحكيم الكوري الجنوبي كيم دونغ جين، وكذلك السيد كيم يونغ والسيد يون كوانغ، بالإضافة إلى السيد كيم سانغ طاقم التحكيم الذي أدار هذه المباراة. والأحبة الكرام الآن يكرم في هذه اللحظات، وطبعا مباراة بين الفريقين كانت فيها الكثير من الإثارة، ولكن استطاع السيد كيم دونغ جين أن يخرج بهذه المباراة من الجماهير الحاضرة في ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب في مدينة دبي. المباراة أو الملعب الذي احتضن هذه المباراة، جماهير القادسية التي انتظرت كثيرا نادي القادسية الذي توج ببطولة الدوري الكويتي 16 مرة وبطولة كأس الأمير ب 15 مرة وببطولة كأس ولي العهد في 8 مرات وببطولة كأس السوبر الكويتي 4 مرات وبكأس الاتحاد الكويتي 4 مرات بطولات بالنسبة لنادي القادسية، ولكن تزدان بطولات نادي القادسية من خلال البطولة الآسيوية الأولى وهي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. طبعا الجماهير القدساوية حاضرة وتستمر ويستمر حفل التكريم والأحبة الكرام في هذه الأثناء. هنا لاعب نادي أربيل اللاعب لؤي صلاح، واحد من اللاعبين المميزين في هذه البطولة، لؤي صلاح الذي دخل في الشوط الأول وقدم مردود كبير طبعا في الوقت الأصلي لهذه المباراة، وبالتالي هو الآن لؤي صلاح لاعب نادي أربيل. بينما هنا جمهور نادي القادسية الحاضر في هذا الملعب بعد التكريم للاعب لؤي صلاح، تكريم آخر في هذا العرس الآسيوي أيها الأحبة الكرام الذي يستمر للتكريم أفضل الهداف كذلك اللعب الذي هو اللعب طبعا سيف الحشان، واحد كذلك من اللاعبين المميزين لاعب نادي القادسية اللاعب سيف الحشان، أفضل لاعب سيف الحشان لاعب نادي القادسية لاعب خط الوسط أفضل لاعب. إذن بينما هنا دانيال سوبوتيتش الذي سجل الهدف أو سجل الركلة الترجيحية الأخيرة والتي توجب من خلالها نادي القادسية بهذه البطولة وبالتالي الثالثة ثابتة. وكما ذكرت استمر التكريم ميداليات الفضية للاعبي نادي أربيل وصيف هذه البطولة. نادي أربيل
وصيف هذه البطولة. إذن يا مرحبا الكرام، الفريق الذي صعد إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه وللعب لؤي صلاح، قائد نادي أربيل يتقدم. بالتالي الميداليات الفضية هارت لك لنادي أربيل، الفريق الذي وكما ذكرت قدم بطولة جيدة. هوار ملا محمد كذلك واحد من الأسماء المميزة، ولم يتواجد كذلك اللاعب كوسرات الذي لم يشارك في هذه المباراة النهائية. اللاعب كوسرات بايز عليه، بينما حارس المرمى الحارس الاحتياطي الحارس سرهانك محسن نادر، وهنا اللاعب ميران لاعب نادي أربيل حاولوا في شوط المباراة الأول وفي الشوط الثاني وكذلك في الشوط الإضافيين من هذه المباراة، ولكن ركلات الترشيح في الأخير ابتسمت لنادي القادسية بعدما عانى القادسية في عام 2010 بركلات الترشيح وخسر من نادي الاتحاد السوري. لكن هو الآن يتوج بطلا نادي أربيل. طبعا يتواصل تكريم اللاعبين أحمد حسين لاعب خط الدفاع والذي قدم مباراة ممتازة، وكذلك علي فايز واحد من المدافعين الممتازين، حاتم زيدان الذي دخل في شوط المباراة الثاني كذلك يتواجد الآن، بالإضافة طبعا إلى هاردي طاهر. جماهير نادي أربيل التي حضرت في هذه المباراة والتي شجعت نادي أربيل، ولكن في الأخير هكذا هو حال كرة القدم، فوز وخسارة. اللاعب الآخر هالكور ملا محمد والمدرب السيد أيوب أوديشو، مدرب نادي أربيل. هذا المدرب أيوب أوديشو مدرب نادي أربيل، الفريق الذي يحتل مركز الوصافة للمرة الثانية في تاريخه. طبعا نادي أربيل كان يريد أن تكون البطولة لمصلحته كأول فريق عراقي يفوز بهذه البطولة، ولكن نادي القادسية يمكن الكويت من البطولة الرابعة بعد ثلاثية نادي الكويت. ها هو الآن القادسية بطلا في هذا العام. أحب الكرام الآن سوف يدخل لاعب نادي القادسية أبطال بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لهذا العام. الأسماء التي أبدعت فوق أرضية الملعب طبعا بدران مطوع نجم نادي القادسية، وكذلك نجم المنتخب الكويتي. هنا جماهير القادسية التي تحتفل بهذا الإنجاز، وكما ذكرت إنجاز تاريخي بالنسبة للقادسية كونها البطولة الآسيوية الأولى لنادي القادسية. الفريق الملكي القادسية بنو قادس كما يحلو لمحبيه كما يحلو لعشاقه دائما. القادسية صاحب الشعبية الكبيرة في الكويت وحتى خارج الكويت، ولكنه الآن يفرح الجماهير بعد انتصارات متتالية في البطولات المحلية. حان الوقت للبطولة القارية، حان الوقت للبطولة الآسيوية، وهنا التكريم طبعا من جانب لاعب القادسية. هنا اللاعب القادسية اللاعب فهد الأنصاري، رئيس القادسية، بينما عاشق القادسية بهذه الدموع، دموع الفرح أكيد عاشق القادسية. وتستمر طبعا الإهداءات الشيخ خالد من لاعب القادسية بعد الفرحة بهذه البطولة للشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية الذي لم يكن متفائلا قبل هذه المباراة، ولكن ها هو الآن وهم لاعب نادي القادسية يكرمون الشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية بهذه البطولة ويقلدونه الميدالية الذهبية.
ابتهاجا وفرحا وكذلك عرفانا للدور الكبير الذي قدمه من خلال الحضور مع هذا الفريق ومساندته ومؤازرته في وقت كان يحتاج له هذا الفريق، رغم الأسماء التي رحلت، رغم الأسماء التي انتقلت إلى أندية أخرى، لكن القادسية بإصراره يفوز في هذه البطولة والأحبة الكرام، ويتوج بطلا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وصالح الشيخ الذي شاهدناه طبعا في تصريح قبل هذا التتويج بعد نهاية المباراة بأنه شكر أو بأنه يشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز، طبعا للاعبي القادسية الذين تركوا القادسية وانتقلوا إلى أندية أخرى، وكذلك بعض الأسماء التي لم تتمكن من المشاركة، وعلى أو أبرزهم طبعا اللاعب شيهو، اللاعب الذي حالة الإصابة دون أن يشترك في هذه المباراة. هنا جماهير القادسية الفرحة، جماهير القادسية السعيدة، جماهير القادسية التي كانت في حاجة لمثل هذا الانتصار، كانت في حاجة لمثل هذا التتويج، كانت في حاجة لمثل هذه البطولة. وهي الآن البطولة تأتي للقادسية ولجماهير القادسية، للقادسية ولجماهير القادسية. والقائد صالح الشيخ، صالح الشيخ لاعب وقائد وكابتن نادي القادسية الذي سيسلم وسيسلم الكاس طبعا من رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة. هنا كاس بطولة كاس الاتحاد الآسيوي لحب الكرام لقائد نادي القادسية صالح الشيخ، والذي يسلم كاس البطولة في هذه اللحظات. صالح الشيخ وفرحة أكيد كبيرة لقائد نادي القادسية باستلامه كاس هذه البطولة، والاحتفالات أكيد سوف تتوالى. نعم، القادسية بطلا لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي لهذا العام لعام 2014، فرحة كبيرة والثالثة ثابتة. إذا نعم الثالثة كانت ثابتة، وجمهور القادسية الذي يتغنى وسيتغنى في هذا الإنجاز بعدما أن فاز فيه نادي الكويت ثلاث مرات، ها هو وهو نادي القادسية الآن وللمرة الأولى يتمكن من الفوز وبطل البطولة في كأس الاتحاد الآسيوي. ومبروك يا أحبة الكرام لنادي القادسية، لجماهير نادي القادسية، لعشاق نادي القادسية، عم أوفر لنادي أربيل العراقي والذي قدم بطولة مميزة. يا أحبة الكرام أرجو أنكم استمتعتم مع هذه المباراة، على أمل نلتقي بكم في مباراة قادمة. تقبلوا تحياتي، هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.